كان الرق في الإمبراطورية الرومانية أمراً عادياً لا يستنكره الرومانيون، والرق هو تحويل أسرى الحروب إلى عبيد يباعون في الأسواق كما تباع الماشية. وكان الرجل الروماني إذا اشترى عبداً من العبيد أصبح مالكاً له، يتصرف فيه كيفما شاء، فإذا ضربه ضرباً مبرحاً أو قتله لا يسأل عن ذلك، فالعبد كان لا يختلف عن الحيوان في شيء. وكان في مدينة روما عبد اسمه أندروكلاس، شاء سوء طالعه أن يشتريه رجل روماني بالغ القسوة، فكان يجلده بالصوت لأتفه الأسباب، وكان يقيد يديه وقدميه بالحبال ويتركه عاريا في زمهرير البرد دون طعام أو شراب. فإذا تأوه أندرو من شدة ما يعانيه من ألام، وضع الروماني سيخا من الحديد في النار حتى إذا ما احمر صار يكوي جسد أندرو، غير مكترث لصيحات المسكين أو لتوسلاته واستعطافه. وتحمل أندرو كثيرا من الآلام، كان يفكر في الهرب، ولكن أين يذهب؟ كان يعلم أن العبد الهارب من سيده إذا قبض عليه فإنه يحكم عليه بالإعدام، ولم يكن إعدام العبد الهارب بالسيف، كان الرومانيون يعدمون أمثال هؤلاء العبيد بطريقة وحشية. كانوا يحضرون العبد المحكوم عليه بالإعدام إلى ساحة متسعة تحيط بها مقاعد مرتفعة تتسع لمئات من الرومانيين، ثم يفتحون بابا جانبيا يفضي إلى تلك الساحة ليخرج منه أسد كانوا قد جوعوه، فما يكاد الأسد يرى العبد المسكين حتى يندفع نحوه ليفترسه وينهش لحمه، والرومانيون يستمتعون برؤية هذا المشهد اللا إنساني الرهيب. كان أندرو كلما فكر في الهرب من سيده القاسي تذكر ذلك المصير، فيعدل عن فكرة الهرب ويستسلم لعذاب سيده. ولما اشتد به العذاب رأى أن الموت أفضل 1000 مرة من تلك الحياة التي كان يحياها، ولذلك قرر الفرار من بيت سيده. فإذا قبضوا عليه وألقوه لأحد الأسود ليفترسه مات واستراح من طول العذاب. نجح أندرو في الهرب من بيت سيده في إحدى الليالي، وصار في طرقات مدينة روما خائفا يتلفت يمنة ويسرى خشية أن يلمحه أحد، ولكن أين يذهب؟ ظل هائما على وجهه طوال الليل وشعر بالجوع والعطش، ولكنه تناسى جوعه وعطشه لأن الحرية الشخصية أثمن من الطعام والشراب. وأخيرا انتهى به السير إلى أطراف مدينة روما، ووجد نفسه على مشارف إحدى الغابات الكثيفة التي كانت على مقربة من مدينة روما في ذلك الوقت. كان منظر الغابة في الليل موحشا يبعث الرهبة في القلوب، وسمع أندرو عواء الذئاب الجائعة وزئير الأسود المفترسة، ولكنه لم يفكر في العودة إلى روما التي لاقى فيها صنوفا عديدة من العذاب. وقال أندرو لنفسه: خير لي 1000 مرة أن أعيش بضع ساعات حرا ثم أموت بعد ذلك من أن أعيش سنوات طويلة عبدا ألاقي العذاب والمذلة. واتجه في خطوات ثابتة نحو الغابة الموحشة. كان القمر في تلك الليلة بدرة، ولكن السحب الداكنة كانت تحجب نوره بين آونة وأخرى، فكان أندرو يتحسس طريقه بين أشجار الغابة في حرص شديد. كان يبحث عن كهف أو مغارة يأوي إليها لأنه خشي أن ينام في العراء فيصبح فريسة سهلة لأي وحش من وحوش الغابة. وأطل ضوء القمر خلال فرجة من سحاب فأضاء الغابة، ورأى أندرو عن بعد بقعة صخرية تتخللها فتحات داكنة، فأسرع إليها وقد استنتج أن تلك الفتحات ربما كانت كهوفا أو مغارات. وصدق ظن أندرو، كان في ذلك المكان الصخري أكثر من كهف. ودخل أندرو أحد هذه الكهوف، كان الكهف ضيقا ولكنه بات في عيني أندرو أكثر رحابة من قصر سيده الفظ القاسي.
ما كاد أندرو يدخل الكهف حتى أحس براحة عميقة، فتنهد في ارتياح وشعر بتخاذل عضلاته وبحاجته الكبيرة إلى النوم بعد ذلك المجهود الشاق الذي بذله عقب هربه من بيت سيده. خطر له أن يخرج من الكهف لكي يبحث عن أي شيء يأكله أو ينقب عن جدول أو عين ماء يروي بها ظمأه، ولكن حاجته إلى النوم والراحة كانت أعظم من حاجته إلى الطعام أو الشراب. وأخيرا استلقى أندرو على الأرض وأغمض عينيه وهو يقول لنفسه: هذه أول ليلة منذ استعبادي أنام فيها وأنا لا أخشى أن أستيقظ على ضربات صوت ذلك الرجل الروماني الذي كان لا يوقظني إلا بهذه الطريقة الوحشية. ولم تمضي لحظات قليلة حتى كان أندرو قد استسلم لنوم عميق. مرت ساعات الليل، لم يشعر أندرو إن كانت الساعات الليل هذه طويلة أو قصيرة، فقد كان مستغرقا في نوم هادئ عميق لم يستمتع بمثله منذ سنوات طويلة. واستيقظ أندرو في فجر يوم التالي، استيقظ على صوت مزعج رهيب أثار دهشته وخوفه، وفتح أندرو عينيه وتلفت حوله. كان نور الفجر قد تسلل إلى الكهف وأضاءه بعض الشيء، وكانت فوهة الكهف أكثر إضاءة من داخله. ما كادت عينا أندرو تستقران على فوهة الكهف حتى تجمد الدم في عروقه، وسرت في جسده قشعريرة شديدة، وصارت أسنانه تصطك ببعضها رغما عنه. لقد رأى بباب الكهف أسدا ضخما يرفع رأسه الكبير ويكشر عن أنيابه ويطلق زئيره المخيف الذي كان تجويف الكهف يردد صداه فيزيده رهبة على رهبة. أيقن أندرو من أن نهايته قد قربت وأنه سيذوق الموت بعد لحظات معدودات. إن الأسد سيفترسه بلا شك، وبذل أندرو كل ما في وسعه للسيطرة على أعصابه المضطربة، وصار يحدث نفسه بأن الموت مهما كانت الوسيلة أرحم بكثير من حياة العذاب التي كان يحياها. وبعد لحظات مخيفة من الترقب والانتظار، رأى أندرو الأسد الضخم يدخل إلى الكهف وهو ما زال يطلق زئيره المخيف، ولكنه لاحظ أن الأسد يتقدم نحوه وهو يسير على مهل وقد رفع قدمه اليسرى الأمامية عن الأرض ولا يقوى على أن يجعلها تحتمل ثقله. وأدرك أندرو أن تلك القدم اليسرى تؤلم الأسد ألما شديدا، ولكن ذلك لم يخفف من خوفه. لقد لبثت عيناه المتحجرتين على الأسد وهو يقترب منها، وخيل إليه أنه يسمع دقات قلبه بأذنيه كأنها دقات الطبول، ويبدو أن الأسد كان ممتلئ البطن ولم يكن يشعر بالجوع. والمعروف عن الأسد أنه لا يؤذي إنسانا أو حيوان إذا لم يكن في حاجة إلى الطعام، ولذلك أسموه ملك الغابة. واقترب الأسد من أندرو ثم وقف أمامه حتى أحس أندرو بأنفاس الأسد الحارة وهي تلفح بشرة وجهه. ومرت لحظات كال خلالها أندرو يحملق بعينيه في وجه الأسد وكأنه يسأله: لماذا لا تفترسني؟ وقدم الأسد رأسه من رأس أندرو ثم صار يلعق جبهته بلسانه الخشن، وتعطأ الأسد رأسه وهو يرفع قدمه اليسرى أمام عيني أندرو، ونظر الرجل إلى مخالب تلك القدم في خوف شديد، ولكنه لاحظ أن أحد هذه المخالب الرهيبة ملوثة بالدم، ورأى أندرو شوكة كبيرة بين أسفل أحد هذه المخالب وبين اللحم، فأدرك أنها تؤلم الأسد ألما شديدا، وأنها السبب فيما كان يطلقه الأسد من زئير. وأشفق أندرو على الأسد، إذ لا يشعر بالمعذبين إلا من ذاق الألم من قبل، وأمسك أندرو بطرف الشوكة وصار يعالجها، والأسد يحك رأسه في كتفه ثم جذبها وأخرجها.
وأحس الأسد بالراحة وصار يجري في داخل الكهف في مرح وكأنه جرو صغير. وكان كلما مر بالرجل أحنى رأسه ليلعق بلسانه يديه كأنه يشكره على الجميل الذي أسداه إليه. وذهب عن أندرو الخوف شيئا فشيئا حتى تأكد من أن الأسد لا يريد به أي سوء. وأحب الأسد أندرو حبا شديدا، فكان يرقد إلى جواره كما كان يحضر له لحوم بعض الغزلان التي يصطادها، ويرافقه إذا خرج من الكهف ليبحث عن بعض الثمار أو ليشرب الماء من جدول قريب. وأحس أندرو لأول مرة في حياته بمتعة الصداقة المخلصة، وتمنى لو أنه قضى بقية عمره مع ذلك الأسد الوفي الأمين. وفي أحد الأيام شعر أندرو بوحشة غريبة حينما لبث ينتظر حضور الأسد إلى الكهف ولم يحضر، ومرت أيام عديدة دون أن يحضر الأسد كعادته إلى الكهف. خرج أندرو من الكهف ليبحث عن صديقه الحبيب في أرجاء الغابة، وتصادف مرور بعض الجنود الرومانيين الذين لمحوه وعرفوا أنه عبد هارب، فطردوه حتى تمكنوا أخيرا من إلقاء القبض عليه، وصدر عليه الحكم بالإعدام. ولما حان موعد تنفيذ الحكم احتشد الناس لمشاهدة ذلك العبد وهو يلاقي حتفه بعد أن يفترسه أحد الأسود. وكان من عادة الرومان أن يحبسوا ذلك الأسد ويجوعوه ثم يطلقوه على العبد المحكوم عليه بالإعدام. وأدخلوا أندرو إلى الساحة ثم فتحوا بابا جانبيا لأسد يتذور جوعه، واندفع الأسد من الباب وما كاد يرى أندرو حتى قطع المسافة التي تفصلهما في وثبتين أو ثلاث وثبات وهو يزأر زئيرا مخيفا. توقع المشاهدون أن الأسد سوف يمزق الرجل ويلتهمه، ولكن الأسد ما كاد يصل إلى أندرو حتى سكت زئيره الرهيب ووضع رأسه عند قدميه وصار يبصبص بذيله كأنه كلب أليف، ثم رقد على جنبه بهدوء. وعرف أندرو أن هذا الأسد هو صديقه الذي كان يؤنسه في الكهف، والذي اختفى بعد أن نصب له جنود الرومانيون فخا ليستخدموه في افتراس العبيد الهاربين. ورقد أندرو إلى جوار الأسد وطوق عنقه بذراعه، ودهش جمهور المتفرجين دهشة بالغة، وصاح فريق منهم يجب أن تمنح الحرية لهذا العبد. وتعالت أصوات أخرى تقول إنها إرادة السماء، يجب أن يعيش هذا الرجل حرا. وهكذا أفرج عن أندرو. ولما أراد أن يغادر الساحة أبى الأسد أن يفارقه، فسار معه في طرقات روما والناس يعجبون، وانهالت عليه هبات مالية فاتخذ له مسكنا على مشارف الغابة. وكان الأسد يرقد أمام بيته كل ليلة كأنه يحرسه. من من الناس يتذكر الجميل ولا ينساه كما فعل ذلك الأسد؟